السلام عليكم أصدقائي، رجعنا لكم جديد في اليوم فيديو جديد على قناتي. مهم بعجاله، الا كنتي اول مره كتخلق القناه ديالي غادي نزل لتحت تلقى واحد البوطون حمراء فيها اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب، غتضغط عليها وتفعل الجرس وتدير معجب عجبك الفيديو. كما سبق لي درت لكم واحد الفيديو على الواتساب الجبي ولا الواتساب الذهبي، اليوم جبت لكم واتساب اخر اللي هو واتساب اف او، لا الواتساب اللي كيحل محل الواتساب ديال جوجل بلاي. المهم ما تخافوش لازلت عليكم، ولكن باش ما نطوروش في الفيديو كما كيقولوا بعض الاخوان، قلنا هاد الواتساب بجوج فيه مجموعه من المميزات الرهيبه، اللي هو مثلا ما كيتمحاش ميساج، ما كيطلعش في ما كيتمحوش لي ستاتوي ولا محاش واحد الميساج نهائيا، كيبقى عندك ما كتطلعش اونلاين، واخا انت اونلاين كتشوف شكون اونلاين. المهم وبزاف مميزات. اليوم الواتساب هاد الاخر اللي جبت لكم فيه مميزات رهيبه، من ابرز ديالها انك واخا يصيفط لك شي واحد ميساج، واخا يصيفط لك ميساج ما يطلع ليش بي اصلا انت دخل عندك، بحيث انت اصلا الكونيكسيون ساده. المهم دير واحد تيست خفيف باش يبان لكم الفرق. مثلا شو صيفط لك ميساج كيف ما كان صوره وبزاف كتبان في الاوديو، كتطلع بين اني توصلت بالرساله. نعاودو ثاني الاوديو، تيست 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 مباشره، اون فوا كنتوصل بالرساله بلاتي. المهم كاين بعض الرسائل ما بغيتش نشوفها. المهم ها هي دي توصلت فيه في الرقم ديالي، الميساج عادي. العجيب في الامر انني لا قريت الرساله فيها تيست 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 تيست، رجع للمرسل اللي هو انا بطبيعه الحال انا مخدم جوج نوامر بجوج واتسابات في النمره ديالي، كيطلع بانني توصلت بالرساله. ياك الا مشيت غيرت، الا غيرت الباراميتراج ديال غير الباراميتراج ديال المرسل، انني نحيد داكشي كله، نعاود نصيفط واحد الرساله. انني غيرت الباراميتراج كنتوصل بالرساله، لكن ان الشخص اللي رسل ليا ما كيظهرليش بانني قريتها ولا اصلا دخلت ليها. نعاود ندير واحد الرساله خفيفه، رجعوا الواتساب اللي هما ديال المستقبل، نقروا الرساله. يعني كنرجعوا عند السيد كي اللي جيتو تشوفوا كيبان ليه بين انا اصلا ما توصلتش بها، يعني كتغير البارامتر ديال الواتساب ما كيبان. هذا بغض هذا اي طرف صغير بلا ما نشوفوا لي ستاتيو والميساجات وشحال من واحد فيو بزاف د الحوايج. المهم غادي نخلي لكم الرابط ديال الواتساب جي بي اللي الا بغيت تزيد واتساب اخر، يعني بواتسابات، لكن هذا الواتساب الاخر اللي غيجي واتساب اللي غيجي في المكان ديال الواتساب جوجل بلاي، الشرط ديالي انه باش نصيفطو لكم باش نحطو لكم فيديو اخر يوصل هذا الفيديو لواحد 100 لايك، وان شاء الله غادي نحطو لكم. وكنتمنوا ان الفيديو يعجبكم، دير واحد اللايك وتخلوا لي كومونتير على اي حاجه جديده بغيتوني ندير على القناه، وشكرا، تحياتي لكم.